المهم يا البنات، قبل ما نبدا لا فيديو هذه حبيت نوجه تحيه ونقول لها جو ريميرسي انفينيمون، ميرسي بور تا جونتيس مريم، قناه مريم انا كنت نتبعها من زمان، وميرسي على لا بوبليكاسيون اللي دارتها باسكو انا طلبت منها باش تبوبليي لا شين تاعي معاكم. نقولها ميرسي بوكو وان شاء الله ربي يزيدك نجاح على نجاح يا رب. المهم البنات، انا اليوم جبت لكم ان فيديو تحكي على كيفية تبييض البشرة تاعنا، ساجا جبت لكم ماسك اكليرسيسون يبيض البشرة تاعي تاعكم، واللي انا شخصيا جربته ونفعني بزاف. جربته لاني باسي في الصيف باسكو كان لو مومون هذا مور العيد بلوتو مور رمضان ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يا ربي يدخل عليكم بالصحة. ولهنا مور رمضان راهم كاينين العراس، كاينين بزاف تاع الحوايج، كامل بنت تحب يكون عندها لابو تاعها نات نقيه وبيضه. جبت لكم الماسك هذا متكون من ثلاثه تاع 3 انغريديون. الاول اللي هو ياغورت ناتور والعسل والمايزينا. كما نعرفوا يا البنات العسل راه فيه بزاف تاع الفوائد، يمنح البشره النعومه، يمنحها النضاره، يعالج البتور، يعطيها الاشراق والجمال، وكذلك يقيها من حب الشباب، وهو يخلص لابو تاعك، لابو تاعك يتنحى منها البكتيريا والجراثيم اللي تكون سور لابو، يبيض البشره ويصلح للبشره الدهنيه وللبشره الجافه. والياورت يعطيها نضاره كيما 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 العسل. انا العسل نستعمله حتى للشعر ان شاء الله يا ربي، راح نعطيكم اون ريسيت سبيسيالمون لي شوفو، سورتو لي شوفو اللي يكونوا يصبغوهم بزاف ايتو، يولي تولي لا كولور تاع الشعر كشغل باهقه كيما حنا نقولوا. العسل يصلح لها بزاف باسكو يرد لها هذيك لابريونس تاعها. المهم يا البنات، الياورت ناتشور واش يعطي لابو تاعنا؟ يعطيها النضاره باسكو فيه بزاف تاع العناصر الغذائيه اللي تتخلص من هذيك الخلايا الميته. هو شغل ان غوماج، مي ماشي ان غوماج فور، ان غوماج دو على لابو تاعك، ماشي كيما لي غوماج تاع السكر والقهوه، هو غوماج يقشر لابو تاعك مي يقشرها بلطف كيما نقولوا لي دو. والنشاء اللي هي لا مايزينا فيها بزاف تاع لي فيتامين، فيها لو فيتامين ا اللي يفتح البقع ويمنع ظهور الحبوب، لو فيتامين او اللي يرطب الجلده يدغاتي لابو تاعنا، ولو فيتامين سي اللي يرمم الخلايا التاليفه، وهو مبيض تاني وفيه بروتيين تعطيه، فيه بزاف تاع لي بروتيين يعطيوه الحفاظ على الشباب واختفاء علامات الشيخوخه، سيتادير ان انتيريد. الوغ كيفاش نعمل البنات لو ماسك هذا؟ نبداو ان شاء الله باذن الله، نجيبو بسم الله يا ربي مغرفه نتاع ياورت ناتشور. تقدروا يا البنات ديروا برك الياورت ناتشور والنشاء اذا ما توفرش عندكم العسل، مامسي العسل هو فيه بزاف تاع الفوائد، بصح اذا ما كانش تقدروا، انا ديجا انا كي كنت نستعمله برك مع النشاء بلوتو المايزينا والياورت ناتشور، ونديروا مغرفه. لازم هذا لو ماسك تاعنا يجي كريمو. نزيد شويه تاع النشا، درت مغرفه راح نزيد قدر تاع نص مغرفه، نخلط مليح فوالا، نزيد له العسل ونشوف اذا خصو. شوفوا يا البنات درت كميه فريمون قليله، هاد الكميه تكفيكم تاع الصح، تكفيكم، مي ننصحكم ما تابليكيوهاش باليدين، يفوت ابليكيوها بلو بانسو. انا راه عندي شويه قصح، ثم اسيو الماكسيموم العسل ما ديروش في الفريجيدار. فوالا ونخلطو مليح، هذا هو القوام تاعو. اذا جاكم سايل بزاف شغل ليكيد بزاف، نزيدو له برك شويه
نتاع النشاء. تخيل بيان، هذا هو القوام نتاعو يا البنات. ونجيب ان بانسو، لو بانسو نتاعي ورا كيما هذا ولا كيما هذا، هادو اللي نستعملهم بور لي ماسك هكذا يا البنات. ونابليكيه على لابو تاعي، كساسوا هذا ولا هذا، ونابليكيه مليح على لابو تاعي، على كامل لابو، على الجبهة تاعي، جهة الموستاج كامل لابو. ما تخافوش يا البنات هذا ما يدورش، ونخليوه واحد 30 مينوت، نخليوه حتى ينشف. وهاد لا ريسيت ديروها، انا كنت نديرها شاك جور، كل يوم اون سيمانا كل يوم، مي انا ما ننصحكم ديروها كل يوم باش ما تضرش البشره تاعكم. ديروها 3 فوا بار سيمان، عندكم 2 سيمان لابو تاعكم راح تولي تشعل يا البنات، وراح تدعيوا لي، انا عارفه راح تدعيوا لي لابو تاعكم تولي هايله. وان شاء الله يا البنات احنا كملنا على الفيديو نتاعنا، راني درت حاله بالنشاء هنايا، ان شاء الله لا فيديو تعجبكم. واللي راهي فايته منا ما تنساش، ما تنساش دير ابوني وتكليكي على الجرس باش لا فيديو اللي نحطها تطلع لها تمتم. وتبقاو على خير يا البنات، وتصوموا بالصحه ان شاء الله يا ربي. على بروشين فيديو ان شاء الله، تبقاو على خير.